السلام عليكم، مرحبا بكم، نورتوني نورتو قناتكم قصص نينا. نقولكم البنات اللي يحبوا بزاف القصص العسكرية، اليوم القصة هذه بزاف هايلة اللي هي قيود زاكي، والبطل تاعها يكون من البياري. ان شاء الله يا ربي تعجبكم القصة وتنال اعجابكم. البنات اللي ما شافوش الاجزاء كامل، نقولكم راني دايره قائمة تشغيل في القناة، كليكيو عليها وتلقاو كامل الاجزاء من الاول للاخر، واكيد اسم القائمة هي قيود زاكي. نبدأ مع بعضنا القصة. تقول نجيت بعد ما فوت ليلة سودة مع زاكي وقبض لي يدي وكوهالي بالفرشيطة على خاطر صافحت وليد خالي، وهذا كان الأمر يعني ما نشرح ننساهولو وما نشرح نسامحو عليه. عليها قلت له أنا مش راح نسامحك، أنا يا كرهتك كره العمى. قال لي حتى أنا مش حبك تحبيني على خاطر أنتم تحبوا غير الديوثين والمخنثين، بديروا رايكم ويطلقك على هواك. سكت أنا في ليلة واحدة بين وجهه الحقيقي، واش من حقيقة أبشع حقيقة جيت ندور أنا حكمني. قال لي وين؟ قلت له نحي يدك عليا، ما تزيدش تمسني خلاص، فهمت؟ قال لي لي من هذه فهمت؟ قلت له ليك أنت. قال لي شوفي ما كلها خليني ندير في لسانك واش درت في يدك، ترقدي وتهني روحك، فاهمه؟ جبدني رقدني، حط وجهي هنا في رقبته وحط يدي المحروقه على صدره وبقى يمشي في يده على ذراعي هكذا ويجي هابط ليدي. اول مره ينفر قلبي منه، كرهته كره في الدم، خلاص عييت نحمله. اليوم اكتشفت باللي ورا الطفل هذا الصغير والمدلل انسان بشع وشرير، الشر اللي في عينيه هو واللي راه فيه يطير خلاص. حقيقته هذه بشعة جدا جدا جدا. بديت انا ننعس، غفيت حسيت به كي بقى يبوس في يدي هكذا، رقدت خليته، افطنت لقيته وجهه في وجهي. بعد بقيت نشوف فيه هكذا، ما عرف وراه هذا الوجه البريء شيطان وانسان بشع، ما عرف وراه هذا الانسان البشع طفل صغير وبريء. اسكو ظهر انسان منافق معايا ولا عنده زوج وجوه؟ الحاجه اللي متاكده منها هي انه ما وليتش كاع نشوف فيه هذاك زاكي اللي نحبه. كي شفت حقيقته حاجه فيا الداخل تبدلت من داخل، طح من قلبي خلاص خلاص بزاف. وليت انا نط هكذا، وليت جيت خارجه سمعته قال لي وين؟ قلت له راح نرقد في الصالون. قال لي ارجعي هنايا. قلت له ما نرجعش. قال لي ناجت ما كلها تقلقيني. قلت له كي نقلقك واش راح دير لي؟ راح تزيد تسخن الفرشيطه اذا تحب انا نسخنها لك. بقى يشوف معايا. قلت له نقول لك حاجه، اقسم بالله غير طحت من قلبي، اول مره ندم على زواجي منك. قال لي اذا انت ندمتي على زواجك مني كاين غيرك يتمنى نظره مني. قلت له قصدك على جميله؟ وقيله سكت هو. قلت له على بالك ولا ندمت على اللحظه اللي كنت نغير فيها عليك؟ وكان دريت انا باللي انت مداير هكذا والله ما نهز عيني ليك. قال لي حتى انا ندمت خليت اللي تبغيني وتخاف على اسمي وشرفي وديت وحده اخرى كيما انتيا، ما يهمها لا اسمي ولا شرفي. قلت له ماشي انت برك اللي ندمت على هذا الشيء. قال لي المقصود؟ قلت له ما كاين والو، ما كان حتى مقصود، ناط عندي هكذا. قال لي وشكون هذا اللي يحبك وندمتي على جالو؟ قلت له والله يهديك والله غي درت انا زاد حكمني. قال لي اروحي هنا فهميني ضروك شكون هذا اللي ندمتي على جالو. قلت له زاكي بعد عليا برك من الهبل تاعك عليا هذا. هز يدو يعطيني ضربه للوجه، فمي وسني عاد يسيلو خلاص، انا حسيت سني يتخلخلو وبقى الدم يسيل هكذاك. قال لي لا حسبتيني ما على باليش بنبيل هذاك وليد حومتكم باللي كنتي معاه وكذبتي عليا، قلتي لي وليد عمي. رحت للدوش انا وخليته ناض هو يعيط قلب الدنيا. قال لي صبري وتشوفي غدوه واش ندير لك فيه ونخليك تندمي انتيا مليح مليح. ودخلت انا للدوش غلقت الباب بقيت نشوف مع وجهي شوهني بمعنى الكلمه، كاع مطراسي عيني كاع زرقاء، ما فهمتش كيفاه وصلنا لهذه المرحله. واش الصراحه تولينا هكذا؟ البارح برك الصباح قبل ما نهبط انا لدارنا كنا نتحضنوا في بعضنا ونتباوسوا، سبحان الله مغير الاحوال. غسلت وجهي وخرجت للصالون، غلقت الباب وخرجت انا رميت روحي ورقدت، سمعت حل الباب وخرج. قلت له طريق السد اللي تدري ما ترد،
الصباح نسمع في الطبطب على الباب، ما حبيتش نوض ومانيش قادرة خلاص نوض. كملت القاضي للعصر خلاص، زدت سمعت الطبطب وليت نوضت. انا رحت فتحت لقيتها العجوز بقات تشوف معايا، ودخلت غلقت الباب ودخلت دخلت وراها انا للصالون. قعدت هي معاها، قعدت انا معاها. قالت لي واش درتي انتيا حتى يضربك هذا الضرب كامل؟ قلت لها والو. قالت لي كيفاه والو؟ لا وحده وحده يضربك هكذا. بقيت ساكته انا، شفت يدي. قالت لي واش بها يدك؟ قلت لها تحرقت. قالت لي واش حرقها؟ قلت لها الفرن. قالت لي او الفرن. قالت لي في السخانه هذه. سكت انا. قالت لي هو اللي دار لك هكذا ولا؟ بقيت ساكته. قالت لي سير كش ما درتي لوليدي، ونعرفه مستحيل يظلم، بصح يحكم حاجه يذبح نورمال، حذاري روحك منه. انا يماه ونخاف منه كي يتقلق، خاطر يولي ما يعرفش صلاحه. بقيت ساكته انا. قالت لي هيا طه بديت تغداي. قلت لها شبعانه؟ قالت لي كيما تحبي. وناضت خرجت، رحت غلقت وراها الباب، رحت للدوش دوشت انا بيد وحده، الاخرى بقات تحرق فيا. درت لها بوماده وربطتها ولبست، وقعدت سمعت الباب هكذا يطبطب. نوضت فتحت لقيتها ام ريانا هازه بلا كبير. قالت لي واش راح تخليني على الباب؟ وقيلا بعد انا دخلت للصالون. قالت لي اروحي تتغداي. قلت لها علاش شقيتي روحك؟ مانيش جيعانه. قالت لي واش قلت لك هذاك النهار اذا كل ما ديتي كف ولا زوج راح تبطل الماكله؟ راكي غلطة بزاف، ما تخلطش الامور في بعضها. وقت الزعاف زعاف، وقت الماكله ماكله، وديجا الزعاف لازم له الماكله، سينو ما تقدريش تكملي زعافك. ضحكت انا يا هذه المراه وحدها. قالت لي اروحي تاكلي، اروحي برك هكذا. كنت انا وياها كيما الخيات ولا غير ربي يخليها ليا ان شاء الله. قالت لي انا كنت كيما انتيا هكذا جايحه، ما جيت نفيق مع عمري، لقيت فات نص عمري. رحت قعدت معاها. قالت لي هيا كلي وشبعي مليح مليح، من بعد رجعي يزعفي ما فيها والو. قلت لها مانيش قادره. قالت لي هيا كولي برك، نعرفهم هذو اللي جاست هذو، درتهم قبلك ما نفعوا بوالو. لها انا قليل ما ديت طرايحه ومخبط حتى عظامي دقدقهم. قلت لها واش درتي انتيا؟ قالت لي مع الاول كنت جايحه كيما انتيا، نغلق الباب على روحي ونجيبها غربكا وليستو ما تصفر من الشر هكذاك. ايا كي فات نص عمري فقت مع روحي، وليت ندي مخبط وعظامي يتكسروا غير يوصل وقت الماكلة نوض نعمر كرشي ونشبع ونرجع نزعف نورمال. ديجا الماكلة ولا غير تنحي الزعاف. هيا كولي كولي. شوفي ولا غير تشهي شهاتني نتاع الصح. عطتني المغرف قالت لي هيا ناكلو انا وياك، من بعد نهضرو. بقيت ناكل انا معاها، بقات عقابي حتى شبعت. وقالت لي ها له ضربك احكي لنا ترى. حكيت لها انا كلش. قالت لي معليش شويه غلطتي انتيا وشويه هو زاد فيها. شفت يدي؟ قالت لي يدك وش بها؟ قلت لها سخن الفرشيطه وحطها في يدي. قالت لي احلفي. قلت لها والله العظيم. قالت لي يا خا وش بيه هذا ولا حتى يدير لك هكذا؟ قلت لها كي صافحت على وليد خالي بقات تشوف معايا. قالت لي يا خا على زاكي السيد ظهر غير كبير. قلت لها انا مريض كبير ماشي غير كبير. قالت لي مريض بالغيره كيف كيف يعني؟ ضحكت انا وسط دموعي هذو. قالت لي والله ما حسبت زاكي هكذا، على بالي به كي يقلق وينو يخبط الحاله هذيك، بصح ماشي للدرجه يسخن الفرشيطه ويحطها في يدك. قلت لها عجبك كوالي يدي؟ من بعد دار لي البوماده وبيتي يبوس فيها. قالت لي يا عمري يجرح ويداوي. ضحكت انا. هذه المراه حتى الهم ترجعوا فكاها. قالت لي واش ديري راجلك غير وحمار، حملي وسكتي وانتي لها تصافحي راجل مادام هو ما حبش، ديجا ما يجوزش حتى حرام عليك. سكت انا. قالت لي معليش وهو وينو دوكا؟ قلت لها خرج من الفجر ما بان عليه والو. سكتت هي. قلت لها حقا سمحي لي اضرب وليدك من تحت راسي. قالت لي وانتي له اذا هما ما احترموش بعضهم، هذاك محترم وليد خوه وضربو قدام الدار كامل، وهذاك محترم عمو راح يضربو ياكلوا بعضهم، ما نربح العيب لحتى واحد انا، هو وعمو الله يسهل عليهم، دوكا غدوه ينساو يرجعوا مع بعض، وانا له نربح العيب تاعهم. بقيت نشوف معاها قلبها وش كبير. كون جات وحده اخرى غير هتهز لي النكر انا والكره هكذا وتقول لي من تحت راسك راجلك ضرب وليدي، بصح هذه عندها عادي روحها ماشي عاديه والله ما هي عاديه، ما شاء الله عليها. الله يرزقني بقلب كيفها. انا زكي ضربني البارح كرهته في الدم
وقت العشاء زادت جدتني معها بالسيف هبطت انا لتحت، لقيت وليدها هذيك تبهديله قعدت حتى قالت لي مرت الوسطانيه واش سمعنا باللي ديتي طريحه نتاع الكلاب، علاه واش درتي؟ شفت معاها هكذا تخنزر فيها راجلها، وليت نص انا عيطوا عليا وهكذا والو، خرجت خليتهم طلعت نبكي انا تبهديله قدامهم نتاع الصح ولا غير صح دي طريحه تاع كلاب. مره نقول نروح لدارنا، بصح كي نروح لدارنا كيفاه نقابل بوجهي باينه باللي ديت طريحه. بابا كيشوفني هكذا اول حاجه يقولها لي بلي هذا اللي خنتيني على جالو، خاوتي يقولوا لي تستاهلي ماشي هذا اللي خنتي ثقتنا على جالو. ربع شهر اه يا ناس، ربع شهر ديت طريحه تاع كلاب. ومرة نقول نقعد هنا، بصح كي نقعد نطيح بكرامتي والشي اللي داروا فيا، وما زلت معاه انا، كون جات غيري والله غي تخسر شوفتها فيه، وهكذا راح يزيد يطلع عليا مليح مليح. ما لقيت مندير في كلتا الحالتين كرامتي في الوسط، وليت رحت انا جبت ماطله فرشتها في الشومبرا الاخرى، جبت مخده وزاوره ورحت غلقت الباب ورقت، قعدت نتفرج في التليفون حتى داني نعس ورقت، ما فطنتش للصباح. نوض غسلت وجهي رحت فتحت الباب الشومبرا لقيتها كيما خليتها، مالا ما روحش البارح بات برا الله لا روح. هبطت انا فطرت برك وطلعت ما نقدرش ندير والو كي يدي محروقه. قعدت مع الفيسبوك نهضر مع ساره حتى قالت لي ناجت نبيل راه في السبيطار، قلت لها علاه وش بيه؟ قالت لي البارح في الليل تضرب مع واحد ما خلا فيه والو بايت في السبيطار. قلت لها شكون هذا اللي دار له هكذا؟ قالت لي ما عرف انا، قال لي صاحبي بيبرك راح بالي ديريكت الزاكل سير هو ديجا البارح قال لي تشوفي واش ندير لك فيه. والله غير هو يخه عليه واش ظهر انسان متبلي، ما حسبتوش كاع هكذا. وليت هزيت التليفون عيطت له لقيته مغلوق، عيطت والو ما كانش، العشاء تاع الليل ما كانش تليفون مغلوق. بديت نخاف وليت هبطت لتحت عند زينه قلت لها اخوك هنا؟ قالت لي ما كانش. قالت لي علاه؟ قلت لها يعيط زاكي. قالت لي مازال ما روحش؟ قلت لها ايه مازال. قالت لي روحي لوليد خويا بالك تلقايه هنايا، قولي له يعطيك تعيطي له ولا يعيط له هو. وليت خرجت رحت للكولوار تاع سيلفي الكبير، راح نفوت عند وليد خوه. من بعد تفكرت وين رايحه انا كل مهبوله، زيد يسمع بلي دخل شومبرتو وهذه المره يكولي رجليا. وليت رحت انا عند مريانا طبطبت الباب ودخلت لقيتها قاعده ثم، قلت لها اخوك هنا ولا؟ قالت لي ما كانش. لاح قلت لها يعيط لزاكي مازال ما روحش دوكا؟ قالت لي دوكا يروح. لها خايفه انتيا؟ قلت لها واقيلا كش ما بيه ولا؟ قالت لي واش راح يصرالو؟ قلت لها خفتي يكون ضرب واحد ولا؟ قالت لي شكون هذا وشكون قلك؟ قلت لها مانيش متاكده. قالت لي شكون هذا؟ حكيت لها كلش. قالت لي وكيفاش راح تعرفي انتيا؟ قلت لها عيطت له باه نسخسيه. قالت لي انتيا بصح انتيا في راسك مليحه، تعيطي له باه تقولي له اسكون انت اللي ضربت صاحبي القديم؟ واش بيك انت مريضه ولا هبلتي ولا بايعه عمرك؟ قلت لها راح نسقسي برك اسكو هو، وديجا انا ماشي بيا هو بيا زاكي، نخاف كش ما دارو له. قالت لي انتيا نسيتي عمي شكون؟ ما تخافي عليه ما والو، يقدر يخرج منها ويخرج روحه كي شعره من العجين. قلت لها ولا غير خايفه كش ما صرالو هكذا؟ قالت لي واش راح يصرالو؟ قلت لها والله غي راح نموت انا من الخوف. قالت لي دوكا نعيط لطارق انا ونسقسيه. قلت لها يخا نذبحو انا وياك. قالت لي دوكا نعيط له بالماسكي ونقول له ما تقولش لعمي. قلت لها مريانة زاكي يسمع تذبحي؟ قالت لي وين راح يسمع؟ دوكا نقول له ما تخبروش. قلت لها والله غير خايفه، ولو كان دوكا يكون قاعد معاه وكيفاه؟ قالت لي ومن بعد راح نعيط بالماسكي. قلت لها ديجا مستحيل يحكي لك. قالت لي ما تخافيش نجبدو بالهضره، انت ما شفتيش كيفاه يهضر معايا؟ قلت لها ملي فتهضري معاه؟ قالت لي كنت من قبل مره وعلى مره هكذا نهضر معاه، من بعد كي طلعت الجامعه قال لي ما تزيديش تعيطي لي، 3 سنين ما هضرتش معاه. قلت لها مالا حابه تسمعي صوته؟ ولقيتيها سبه. قالت لي ايه ولا غير نسمع صوته؟ قلت لها غير مكلا اخطيك يسمع زاكي ولا غير نذبحو؟ قالت لي وانت لا انا اللي عيط. قلت لها غير مكلا اخطينا.
قالت لي اوكي كما تحبي. قلت لها دوكا نطلع انا مالا ونستناها الفوقه خير خير. قالت لي يا روحي طلعت الفوقه انا حكمت بلاصتي وبقيت نستنى فيه في تقريبا نص ساعه. سمعت الباب يطبطب غير بشويه، قلت اوه شكون هذا ذكي عنده المفتاح. رحت الباب بقيت نسمع يطبطب غير بشويه، خفت قلت شكون. قالت لي يا مريانة ازربي حلي الباب. زربت حليت عليها الباب، دخلت حاكمه قلبها. قلت لها واش بيك؟ قالت لي يا نجاه. قلت لها واش بيك اختي مريانة واش بيك؟ قالت لي راني فرحانه فرحانه وطلقت روحها في الارض اتكيت على الحيط. قلت لها واش بيك؟ قالت لي عيطت لطارق طرت انا من بلاصتي عندها. قلت لها واش بيك هذا واش درتي؟ قالت لي عيطت لطارق. قلت لها يخاها عليك ذبحنا زاكي وربي كبير. قالت لي يذبح على روحه. قلت لها واش بيك ولا غي يسمع نذبحه؟ بقات غير تحلم هي. قلت لها وكيفاه حتى عيطتي له؟ قالت لي غير خرجتي عيطت له درت السبب عمي زاكي. قلت له انا مريانة اذا عمي زاكي معك وما تقولوش اسمي. قال لي ايه هو من بعد قال لي خرجي النيميرو تاعك شويه ونعاود لك. قلت لها ان شاء الله عطيتي له؟ قالت لي اكيد. قلت لها مريانة واش بك هبلتي؟ قالت لي ايه هبلت نحبه وتسالوا لي انا ما صدقتش خلقت السباب هنا نرجع ليه وبه نرجع نهضر معاه. قلت لها مريانة ياك قلت لك بلي زاكي ماشي قابل وبابك ماشي قابل علاه عليك الحاله هذه؟ بقات ساكته. قلت لها راكي طمعي في روحك برك. قالت لي واش ندير ولا غنحبه؟ قلت لها بصح بابك وزاكي يعرفوا خير منك وشافوه بلي ما يخرجش عليك. قالت لي قابله به مهم نديه. سكت انا. قالت لي مهم سقسيتو على عمي؟ قال لي راه جاي. قلت لها ياك ما قلتليش برك بلي مرتو مقلقه عليه؟ قالت لي ها واش نقول له انا؟ قلت لها يخها عليك. قالت لي واش بك انت؟ قلت له كي شفتها مقلقه عليه وتبكي جيت عيطت لك. قلت لها شفي عليها كون ما ندوش طريحه على هذا هذه الحاجه ما نسمش نجات ونديها من تحتك ومن تحت راسك وتحت راس طارق. ما لاقت لي وانا قابله هزت يديها للسماء وقالت يا ربي تصرى لي ديقه في الدار ويزوجوني بطارق. يا ربي تدعي من قلبها تاع الصح وش بهذه الطفله راح تهبل تاع الصح. من بعد شفت فيا قالت لي حقه صاحبك صح زاكي اللي ضربه. قلت لها يخا هاد لي فمك وشنو هذه صاحبي؟ قالت لي قصدي هذاك اللي كنتي معاه زاكي اللي ضربه. قلت لها يخا على زاكي؟ قالت لي عمي زاكي كيحوس على واحد ويشريها له يتبلاه ويدير له مشكل ويدي حقه نورمال خافي منه وتوقعي منه كلش كلش. قلت لها خلاص وليت نتوقع منه كلش. قالت لي هذا كاع على جالك يا ربي ويدير على جالي طارق هكذا. قلت لها واش بيك حلي فمك انت حل فمك فيه. قلت لها تتزوجي نهار تتزوجي وتشوفي. قالت لي مهم نتزوج بطارق. قلت لها والله غير تندمي ندمت عمرك حنا هكذاك ويتحل الباب علينا. بقى واقف ويتفرج فينا لقانا قاعدين في الارض يشوف مع مريانة وقيل اسمعها كي قالت اسم طارق ناضت هكذا بقى يتخنزر فيها وش بيه هذا؟ قالت له واش نوع عمو تتخنزر فيا هكذا؟ قالها والو شفت معايا. قلت لها خلاص روحي دوكا ترقدي ونحكوا الصباح ان شاء الله. قلت لنا تصبحوا على خير وهربت غلق الباب. رحت انا هو ورايا انا دخلت الشومبرا جيت نغلق الباب لقيته هو في وجهي. قال لي واش ديري هنا؟ قلت له راح نرقد. قال لي والله؟ قلت له والله راح نرقد. قال لي رايك؟ قلت له ايه رايي. بقى يتخنزر فيا دورت انا عيني. قال لي هيا امشي ترقدي في شومبرتك. قلت له وكيما نرقدش واش ديري لي؟ سخن الفرشيطة. بقى يشوف معايا. قال لي انا ما نعاودش هضرتي فاهمه وما نعاودش نفس العقاب كل ما غلطتي كل ما نعاقبتك عقاب جديد. قلت له مثلا؟ قال لي ما تقدريش تتخيلي خلاص كيف العقاب تاعي يكون. قلت له انت وقيله خلط بين حياتك الزوجيه والخدمه؟ قال لي اواه ما نخلطش غير في هذه الحاجه انه الشخص كي يغلط يتعاقب. قلت له هذا دليل باللي راك تخلط بيناتهم. قال لي خلط في العقاب ماشي في نوع العقاب. انا كون نعاقبك كيما نعاقب في الخدمه يحكمك الرعب. قلت له كون عاقبتني ياك مشكلتك كامل ترجعني خاف منك. بقى يشوف معايا والله راح غلقت الباب انا وحكم بلاصتي شويه عاود دخل. قال لي مريانة من وقتها وهي هنايا عندك؟ عرفتها باللي شك فيها يا ربي وما يفيقش باللي هي اللي عيطت لطارق. قلت له من العشرة؟ قال لي وين كنتو؟ قلت له قعدت معاها لتحت من بعد طلعنا هنايا. سعفتني
حسبتك راحت بات برا، علاه علاه؟ قال لي قولي لها، قال لك زكية على بالي بلي عيطتي لطارق. كي قولها قالها لي هكذا اخلعني حتى عرقت انايا، نص قعدت هكذا. قلت له كيفاش عيطت له هي معايا؟ اضحك باستهزاء. ها قال لي ما على بالكش بلي عيطت له زعما. قلت له وين على بالي انايا؟ قال لي شوفي ذنيا مليح مليح، شفت معاه؟ قال لي ماشي زكي اللي تستغباوها، فهمتي ولا؟ كي انتيا كي مريانا كي طارق. قلت له وشنو انا واش دخلني؟ قال لي ياك كنتي معاها كي عيطت له، ولا ما خبرتكش زعما بلي عيطت له؟ مهم على بالك. قلت له مكلاها دخلني انا في مشاكل مريانا وطارق، انا كي كنت قاعده معاها ما عيطتلوش. قال لي احلفي. قلت له والله العظيم ما عيطت له كيما كنت قاعده معاها. قال لي تحلفي كذبه. قلت له اقسم بالله ملي قعدت معاها ما عيطت له. بقى يشوف معايا. قلت له واذا عيطت ورايا ما نعرف، وزيد حتى لو شفتها عيطت ما راحش نقول لك، ما عنده ما دخلني. قال لي سما حبه تقنعيني بلي ما عيطتلوش. قلت له ايه ما عيطتلوش. قال لي عيطت له كان قدامي وقال لي ماسكي عيط لي وكيرو بوندا شاف معايا وناض. عرفتها مريانا. قلت له مادامك عرفتها مريانا علاه ما نحيتلوش التليفون؟ قال لي ما نقدرش نحيلو تليفون من يدو، اول شي خاطر الماسكي اللي عيط، ثاني شي خفت نكون غالط. قلت له لا تقول بلي متاكد. قال لي متاكد هي بصح معليش تعيا وتبان وانا راني وراها وراها. قلت له انا ما عنده ما دخلني، انا ما شفتها عيطت ما حكمتها تهضر، ما قالت لي بلي عيطت. قال لي راكي قلتي بلي حتى واذا على بالك ما تخبرينيش. قلت له بصح ما عيطتش نكذب عليك. قال لي وكان عيطت تخبريني؟ قلت له لا لا. قال لي على بالي بيك بصح شوفي راكي تقولي بلي ما على باليش وما عيطتش، بصح نهار نتاكد بلي هي اللي عيطت له ونلقاك انتي على بالك وتعاوني فيها يا بنتي غير قلت لك اختي لا تاع الصح، وثم تشوفي وجه زاكي الحقيقي. قلت له انا يا علاش علاش راك ديروا هكذا؟ قال لي منش حاب بنت خويا هي صغيره وتغلط. قلت له انا هي تعرف صلاحها من ضمن غطي عليها انا يا ما والو. قال لي راني حكيت لك نهار الاول قلت لك طارق ما يليق لهاش غير مكلاه، كون شفته وانا يليق لها كون قبلت به وجبته لبنت خويا، بصح راجل ما يليق لهاش. قلت له وانت وين على بال علاش دخلت في علم ربي؟ قال لي مانيش داخل علم ربي، بصح السيد عنده لينار ما تقدرلوش، راح ياذيها بزاف بزاف اكثر ما يهنيها. قلت له كيما اذيتني نتايا؟ سكت. قال لي مهم راني خبرتك نحكمها تهضر معاها ونلقاك نتيا وراها ما راحش نرحمك لا نتيا لا هي، فاهمه؟ قلت له واسمع ما عنده ما دخلني فيك انا، الله يسهل بينك وبين بنت خوك، لا تحاسبني انا عليهم. ما فهمتش علاه حب مهم تعذبني وخلاص. وليت غطيت روحي انا ورقت، سمعتو كي خرج الغدوه صباح فطنت انا كي بقى الريفي صوني في التليفون، نسيت روحي كاع انايا ونص رحت للشومبرا راح نوضو. دخلت قلت له زاكي زاكي نوض، لقيتو ناض وشوف معايا هنا وين فطنت انا مع روحي هذيك التبهديله ميت علي. قال لي راني نوضت حياتي وضحك واحد الموقف طحت فيه وليت انا درت وخرجت انا سمعتو يعيط لي ارواحي برك نورمال نورمال راجلك وتحبيه وجيتي تنوضيه. دخلت انا خبطت الباب وليت نضرب فيه راسي على الحيط جايحه راح نجري عنده ما نعرف كيفاش حتى ما فقتش ورحت نوض فيه. جا هو سمعته يطبطب في الباب عليا ما حبيتش نفتح. قال لي ما تفتحيش بصح راني نحبك حياتي. وليت نضحك انا وبعد سمعته كي خبط الباب وخرج. عاودت انا فقت مع روحي كل بهلوله كل بهلوله الشي اللي داروا فيا ومازالني برك معاه. هبطت انا عند مريانا قلت لها زكي فاق بلي عيطتي لطارق. قالت لي شكون؟ قال له. قلت لها فاق وحده وشك بلي عيطتي له وراه يحوس من وراك، حذاري 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 روحك ما تزيديش تعيطي لو تهضري معاه. جبت انا شهر وانا منيفاتو ما نهضر معاه ما نحكي معاه حتى يشوف هذيك وما نشوفش معاه. الصباح نغلق الباب تاع الشومبرا يجي يطبطب عليا ما نهضرش لما نفتح عليه ما يروحش حتى لليل. كيف كيف نغلق الباب ونرقد يجي ينوضني ما نوضش قليل ونتصادف انا وياه لتحت اذا روح بكري، بصح ما بيناتناش حتى لا سلام لا كلام.
ونكون قاعده معاهم غير يدخل النوضنا ما نمليش كاع عيني منه. مرات ما نشوفوش كاع. الاهمال هذاك ماشي غير هملته هو، ملي ينوض يعيط ويخبط في الليل ثاني كيف كيف، يروح ما يلقى والو، ينوض يعيط يقتل روحه. مانيش كاع سامعه به، ندير كيتمان ونتفرج ونخليه. العشيه انا في الكوزينه سمعته يعيط عليا، خرجت عنده قال لي مساء الخير، رجعت له بالبارد، عطاني ساشيه قال لي هاكي. قلت له وشنو هذا؟ قال لي جبتها ليك. سكت انا حكمتها وطلعت الفوق وهو ورايا. دخلت ديريكت للشومبرا حطيتها في الخزانه وغلقت الباب. قال لي ما شوفيهاش. قلت له لا لا من بعد. وجيت خارجه قال لي ناجت راني عيان. قلت له ارقد يتنحى عليك. وخرجت انا هبط لتحت بعد العشاء تعشى برك وخرج. انا طلعت الشومبرا جبت الساشيه هذيك حطيتها على السرير، لقيته جاب لي صواري في الدوغي، جهه عندها ذراع وجهه عريانه. تقتل تقتل مع البوشات تاعها والتاج معها، باطا ماكياج، وجاب لي فيزو يوصل للركبه مع البيستي تاعو يوصل للسره تاع كتان، بصح في لاكوري تاع الجين تبان كشغل قماش من الجين، بصح يا كتان عجبوني بزاف بزاف، يهبل يهبل تاع الصح، يعرف يشري سيرتو صواري مزيا. غدوة نلبسهم في العز تاع خو جميلة، حطيتهم في الخزانة ورحت لشمبرتي، اغلقت الباب وغلقت، ما فطنتش حتى وقتها ادخل ورقد. المهم غدوة العرس العشية كنت في الشومبران بلاكي في شاري، سمعت الباب تحل، لقيته دخل عليا وراح رمى روحو رقد على السرير. درت انا ورايا عنده، لقيته راقد على ظهرو يتفرج فيا، درت وخليته كملت وليت الماكيي، زد درت لقيته يتفرج فيا حتى تفلفشت انا منه. كملت نص رحت للخزانه اجبت السواري اللي شراها لي. قال لي وين رايحه انت؟ قلت له للعرس. قال لي والله رايحه برايك وقيله. قلت له علاه؟ قال لي وانا له ما على باليش. قلت له كيفاه ما على بالكش؟ قال لي له ما خبرتينيش وديتي يا رايي نصتي وحدك ورايحه. قلت له حسبتك على بالك. قال لي والله. قلت له خلاص مانيش رايحه هكذا، ما هذا مكانه، بقى يشوف معايا. قال لي البسي برك البسي. وليت ديت السواري انا والصنداله تاعي وخرجت، رحت للدوش لبستها مع الصنداله وجيت دخلت درت التاج. قال لي دوري عندي، درت عنده ونظ. يقول لي في واحد الشعر اقتني بالضحك، قال لي امينتي يا جميلتي يا سيدة كل النساء، لا تتركيني في وحدتي فالابتعاد عنك ابتلاء، يصعب علي التحمل وحان وقت الانتهاء، سأكون معك برغبتي وكما مولاتي تشاء. بغيت غير نشوف معه أول مرة، يعجبني الغناء والهضرة بالفصحى هكذا، وزيد من عند زاكية سحرني وخلاص. درت أنا بقيت نشوف معاه ومع روحي، مالقري مانيش مركزة مع روحي، شفته نار جا ورايا حضني وباسني على كتفي المعري هذاك بوسة طويلة، وقالي هذي نحبك بزاف بزاف، وزيد باسني على خدي قال لي هذه توحشتك بزاف بزاف، وحكم لي يدي المحروقه وباسني على كفي قال لي وهذه سامحيني بزاف بزاف، قلت لك بلي انا اذا غرت نضربك وهذاك ما صرا، كنت انا مقلق منك بزاف وغرت عليك بزاف، وان شاء الله يا ربي تنسي كلش ونرجعو كيما بكري.